كسرتي واحد الطابو اللي هو العلاقة الحميمية ما بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة. سؤالي لك هنا، العلاقة الحميمية ما بين الرجل والمرأة إلا كانت ناجحة، هل هذا يعني أو هل هذا كافي باش يكون عندنا زواج ناجح؟ العلاقة الحميمية شي هذاك الفراش الليل هو اللي كيقض النهار، كان هذاك الفراش الليل عوج ولا ما كاينش كل شيء غادي يعوج بالنهار، الرجل ما كيبقى يدوز والو والمرأة ما كتدوز والو، كيبداو يقلبوا على المشاكل حيت ما كيقدروش يدويو على المشكل الحقيقي. المشكل الحقيقي كيبداو يدوروا دي ولادك ما مربينش مزيان، شي ملي كتشوفي شي كوبل غام خاصمين عارفي مع الليل ما كاينش داك الشيء ماشي والو. باش نكونوا واضحين، اذا انت بحكم احتكاكك مع مجموعه من لي كوبل والتجارب الانسانيه فعلا ان العلاقه الحميميه كتلعب واحد الدور اساسي. حيت علاش كنتزوجوا؟ راه يلاه العقد تبدل لي السميه، راه كان عقد نكاح. عقد نكاح ماشي عقد ميناج، ماشي عقد الاولاد. لا سي الراجل كيكون عنده واحد الغريزه كيوظفها في هذاك الزواج حلال، وكيمشي يقابل خدمته ويقابل البيع والشراء ويقابل ويقابل ويقابل، ولكن الا بقات عنده هذيك الغريزه وعنده الفلوس كيبقى موظر وكيتلف وكيوليو فيه بزاف ديال الغرائز خايبين موظرين اللي كيوضروه. حيت الزواج كيدير الاطار، كيدير ذاك القالب، القالب، والانسان كيمشي بعيد. علاش الناس زمان كانوا كيتزوجوا صغار وكانوا كيديروا الفلوس وكيعيشوا مزيان؟ علاش؟ حيت كيوظف هذيك العلاقه الحميميه مع مرأة وحده، كل شيء عنده مقاد، وبنهار كيضل يجري على هذه ويقاد هذه ويصوب هذه ويصوب. طاقته ما مفرقاش، الله يرحمه، كل حاجه في بلاصتها. عرفتي انا كيبقاو فيها الرجال المساكن ديال دابا اللي كيكون مضطر، كتلقايه عنده مراته وعنده صاحبته هنا والاخرى كيعيط ليها، الاخرى خصو يجاوبها. عرفتي هاد الطاقه هاد الانرجي هادي يوظفها مع مراته ويوظفها في النجاح في حياته في خدمته وفي صحته كيمشي بعيد. هذاك انا كيجيني عدم توازن. وهنا سمحي لي نكمل السؤال عاوتاني، فين هي العلاقه الحميميه يعني اللي فيها الاشباع عند المراه؟ ملي كيكون راجل محب متوازن كيحبها وكيخاف عليها وكيعطيها الامان وكيعطيها الاهتمام يحس بها، هنا كتكون العلاقه مكتمله. شي مع الليل الا غتعانقوا نعسوا حيت كيوصل واحد السن ما كيبقى والو، ولكن كتبقى هذيك التعنيقه وهذيك الهضره ديال المخده كتبقى كتصبحهم الصباح شبعانين. علاش؟ حيت دوزوا عندهم واحد هيستوريك ومن بعد بناو عليه، ومن بعد هو كيخاف عليها وهي كتخاف عليه، وهي كتعطيه الصيانه وهو كيعطيها الاهتمام، كاينين مع بعضياتهم متواجدين. كيف كيفيق راجلها كتشوف ليه في عيني كتقول لي صباح الخير، كتقول لي مالك ما نعسيش مزيان، كتقول لي بغيتي تفطر دابا، هو كيقول لي نعسي مزيان اش نديرو دابا نخرجو نديرو شي ما، كيحسوا ببعضياتهم. ماشي هو معاها وموضر مع وحده غيدو معاها في واتساب. شي قلت الدين. انا كتجي عندي شي واحد السيده، ماشي كتجي واحد السيده واحد النهار جات قالت لي ها انت شوفي ها هو الفيديوهات جاوني راه حصلته كيمشي معاها. قالت لي قبل كنت كنسكت لان كل نوبه كان مع وحده، ولكن دابا هذه راه عام. قلت لها ايوا اش غديري ليه؟ قالت لي قولي لي شنو، واش انا راه اختي قالت لي وغنمشي. قلت لها ايوا حتى هو ما خافش من سيدي ربي، عاد غيخاف منك انت واختك، غتمشيو ديروا ليه شوها وغتجيبوا ليه البوليس وغتدخلوه للحبس. ايوا ولادك اش غتقولي لهم؟ قلت لها الا ما خافش من سيدي ربي، قلت لها كاين جوج الحوايج، يا اما ما غتقولي ليه والو وغتمشي تقابلي دارك وتشوفي الديفو ديالك فين كاين، خدمي على الديفو ديالك. واش انت ونوضتك ضايعه؟ واش 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 شوفي فين كاين المشكل. ما قدرتيش بان لك ملي كيدخل والو ما لقيتي، قلت لها كطلبي الطلاق وكتبعدي منه ولا تمشي ديري شي جريمه. جوج الحلول، ما كاينش ثلاثه الحلول.